علينا حماية البلور، ثم علينا العودة قبل حلول العاصفة. هيا بنا بسرعة يا ريبتون. أنت بارع يا ريب. ينسحب هذا التنين. تتصرف فيوري اليوم بغرابة. قد يعود السبب إلى الرعد. تمسك واحرص على حماية رأسها. إيها أختي، احترسي من الآتي. مفهوم. هيا يا فيوري، تشجعي وانتبهي، فلنربح نحن. مهلا يا فتاة، هذه واحدة، التقطيها يا فيوري. كلا، لم تصيب الهدف. سامت، ما خطب فيوري؟ لا أعلم، هي ترفض الاقتراب من بركة الحمم لسبب ما. في الواقع لم أرها قط في هذه الحالة. فلنغادر، هيا بنا، سوف نرحل من هنا. أعدها يا سامت. أجل، كم يسهل عليك قول ذلك. حاول البقاء معها. اهدئي أيتها الفتاة، هيا. فيوري، لعلها مريضة بعض الشيء. دعوني أمر، إنها صديقتي وهي تحتاج إلي. اسمع سامت، يحظر على الصديق الذهاب إلى بعض الأماكن مثل المشفى النسائي مثلا. هل أنجبت فيوري؟ اليوم هو اليوم المنتظر الذي يحفر فيه اسم جانجرين في وورنادو. البذرة، أيتها الغبية، انضجي. أثمري أيتها البذرة الغبية. مر وقت حدرا وأنا معك، كان علي استغلاله في بناء المركبة. ماذا لو اكتشفت راد مخططي لكان قتلني. ولكنك حطمت يديك ورجليك، كيف تسمح لنفسك بإضاعة الوقت الثمين؟ طلبت منك إصلاح محركات وورنادو، لماذا أهملت عملك؟ أخبرني. أرجوك أن تسامحني سيدي، صرفت اهتمامي كله في تجربة أخرى فائقة الأهمية، لدرجة أنني سأنال رضاك بالكامل على ما أعتقد. أرجوك أمهلني بعض الوقت. اسمعني جيدا جانجرين، ستنال رضاي عندما تنفذ أوامري، أفهمت؟ ألم تأمرني بتدمير كل أعدائك سيدي؟ أتسخر مني أيها الرجل الخبيث؟ لا لا، اسمح لي بأن أفسر لك. كان هدفي أن أصنع لك العجائب. النجدة، إنها تخنقني، أرجوك. وكيف توصلت إلى هذا الاختراع؟ صنعت لك خليطاً من الميوتين ومن مادة التنين، ثم عملت البركة التي تراها باهتمام خاص جداً سيدي، صدقني أرجوك. فأثمر الزرع نبتة متحولة غريبة. هل يمكن فعل ذلك بواسطة شيء آخر؟ وماذا تقصد بعبارة شيء آخر؟ أنا أقصد مثلاً تنيناً مفاجئاً. كف عن اللعب مع النبتة وأجبني هيا. ليتك توضح لي سؤالك يا سيدي، ماذا تريدني أن أفعل بالذات؟ أخبرني. أريد منك أن تعد وسيلة تقليدية للتدمير. في الواقع إعدادها بسيط جداً. أضف بيضة النين، حرك الخليط جيداً وحوله. سخن الخليط حتى يتحول إلى جيش من التنانين المتحولة، فتكون قادرة على تدمير أي تنين طائر يعترض طريقي. Ugh.
حذاري حذاري من جميع التنانين، وردنا من الاستكشافيين أن قطاع ألفا تعرض للهجوم. تخطى مهاجمون حدود إيرلندس الأمنية وهم متوجهون الآن نحونا. هذا إنذار دي ثلاثة، انسدوا منطقة الدفاع حالا. زينث، ما العمل يا ترى؟ سكاي فيوري ضعيفة وغير قادرة على الطيران وأنا أحتاج إليها. لا تشغل بالك يا صمت، هيا بنا لنطير في الأعالي. دراغون فلايز إلى الأعلى. فليستعد الجميع للمعركة، لن نسمح بحصول أي خطأ. شكرا على نصيحتك، أنا لا أنوي الوقوع في خطأ. يوهو، لقد علمنا. أمي من هذا؟ نكتورنا. علينا الحصول على البيض بأي ثمن. أنت الذي أمرتنا بتدمير البشرية وبتحطيم إيرلانديس. يا سكان إيرلانديس، أنا جوشوا. احموا بيوتكم وحاوطوها، لقد دخل الغزاة المدينة. اختبئوا في الحال. مستعد للقتال. ماذا؟ أين اختفى كل المقاتلين؟ دمر التنين. كافة، لقد أتينا لأخذ البيض. اتبعاني الأهم. قفا هنا، حان وقت نوم التنانين بهناء. يخلصك جناحك السخيفان. لن يخلصك جناحك السخيفان. لن تستخدم جناحيك طالما أنا أستخدمها. كلانا سيموت. يريد درامن الموت. ما دامت هذه أمنيتك فسأدعك تحققها. اخترت الموت دراغون فلاي. سيكون لك الشرف أن يقتلك سلاحك. حسناً حذاري، لقد ضبطت حرارة الغرفة على الاحتباس. إذا ضغطت على الزناد فلن أتحمل أبداً مسؤولية ما سيجري. لا تنكر أنني حذرتك. لا تبقيا واقفين في مكانكما. أسرعا وأحضرا البيض قبل أن تستيقظ التنانين. أعيد البيض إلى مكانها نكتورنا بكل هدوء أو واجهيني أنا. نفذ كلامه، أما الآن فنفذ كلامي أنا. تنانين دراغونيترز، اردعاه حارسين على عودة شحنتنا بأمان إلى وورنيدو. جرام وينجز نحو اليسار. ماذا يجري؟
إنهم ينسحبون، لن يستعد جناحي للانطلاق بعد. أشعر بأنه تم خداعنا، فلنعد إلى أرلاندس وبسرعة مضاعفة. يجب علينا أن نستعيد بيضة فيوري، ولكن ما هي غاية نكتورنا منها؟ لا أعلم، لقد احتجزنا رجلين من درامين، ولكنهما لا ينطقان بكلمة. لا عليك من ذلك أبداً. حسناً، لقد خذلتها. كلا، بل حاربت من أجلها، وسنقتدي بك جميعنا. سنستعيد البيضة، أعدك بذلك، وأعدك أنت أيضاً بذلك يا فيوري. كم سيطول انتظاري بعد يا جانجرين؟ ستنال مرادك قريبا. لا، أخبرني ما الخطب يا جانجرين؟ لماذا تعمل؟ اسمعني جيدا، وظيفة الخليط هي فصل الجزيئيات، وسيبدأ التحول قريبا قريبا جدا. سيكون قد فات الأوان أيها المعتوه. أوه ممتاز. سأقبض علي. هذا رائع. تعال إلي أيها الصغير، أنت تدرك الآن أنني سيدك الحقيقي، أليس كذلك؟ دريدوينغ اسمعني، يجب أن تأتي الآن، تعال حالا. ما سبب ندائك لي أيها المخلوق التافه؟ لقد هجم دراغون فلايز، تعال الآن، يجب أن تأتي. أتوا حاملين الهدايا للطفل؟ هيا بنا نكافئهم بالمثل، سنقابلهم في الهواء حاملين الحرب إليهم، سنقتل كل من يطير في السماء. إلى الأعلى. لا يمكن تخطي درام جرام وينز. الآن يا تايتل. التي سرقتها إلى أصحابها. احتياجات رجل ميت لا تعني لي شيئاً. بلاك هارت، اجعله يختفي عن الوجود. ريبتور، درع النار. شكراً أيها القوي. مهما أكثرت من محاربي دراغونيتر، سأحصل أنا على المولود. سيقاتل بقية دراغونيتورز جيش دراد، هذه هي فرصتنا، هيا بنا. أنت القائد وأنا سأتبعك.
هذا صحيح، لا نحتاج إلى خطة. هم يتوقعون مجيئنا. سكاي فيوري، دعنا نتولى نحن الأمر. هناك أماكن لا يستطيع التنين دخولها. احضر لي الخائن، هيا اقتل دراجوناتوس حالا. اذهبا، انه محق، فلنذهب. هل ستكون بخير؟ اجل ايباكس، استطيع الدفاع عن نفسي. أين نحن؟ انظرا، يبدو لي أننا تحت مدخل بورنيدو. من المؤكد أن دراد هرب مع تنينه عبر هذا النفق، فلنجد دراد لأن بيضة فيوري معه. أين تركت زملائك؟ هل حصل بينكم خلاف ما؟ لا، لم يحصل، ولن ينعتوني بالخائن بعد اليوم. جراموين، ارفع القوة إلى أقصاها. من هنا دراغون فلايز إلى الأعلى. دراغون فلايز إلى الأعلى. لحظة تدخلون تخلوا عن الأمل. أرنا قوتك يا درادوين. أنا أنوي أن أريك قوتي زينيث، سأضعها كلها في عينيك مباشرة. اقتلوهم. هجوم. لم تنتهي المعركة بيننا بعد. يبقى الأمل إلى الأبد. وهكذا يفعل العميان، دمروهم. هيا هيا أرهم قوتك يا صغيري. انظرا، لابد أن هذا هو صغير فيوري. إيباكس. لا يمكنني حراك أبدا. أرجوك تفضل. لا أنت لي، توقفي، أنا سيدك لأنك تحملين دمي. توقفي، لا تذهبي. ذوبان. انظر باك، بدأ مفعول الثلج يختفي، إنه يذوب عني. وأنا أيضا زينيث، ما رأيك أن نعامل هؤلاء الرجال بقسوة؟ يبدو أن الأمة تهتم بصغيرها، لن يفرقهما أحد بعد اليوم. ولن يفرقنا أحد. ألم تلحظ أن ذقنه تشبه ذقنك كثيراً؟ وكذلك أنفه. الطيران القوة، الطيران القوة. Shall know men once walked upon the earth alone, but now we fly at mega height. Long live Atlantis, flight is might. Dragonflies maximize, fly forever through dragon skies. When Dreadwing and his grim wings rise. In the future, all
all of us shall know men once walked upon the earth below. ثم علينا العودة قبل حلول العاصفة. هيا بنا بسرعة يا ريبتور. أنت بارع يا ريب. ينسحب هذا التنين. تتصرف فيوري اليوم بغرابة. قد يعود السبب إلى الرعد. تمسك واحرص على حماية رأسها. إيها أختي، احترسي من الآتي. مفهوم. هيا يا فيوري، تشجعي وانتبهي، فلنربح نحن. مهلا يا فتاة، هذه واحدة، التقطيها يا فيوري. كلا، لم تصيب الهدف. سامت، ما خطب فيوري؟ لا أعلم، هي ترفض الاقتراب من بركة الحمم لسبب ما. في الواقع لم أرها قط في هذه الحالة. فلنغادر، هيا بنا، سوف نرحل من هنا. أعدها يا سامت. أجل، كم يسهل عليك قول ذلك. حاول البقاء معها. حماية البلاو.